خبر النهارده معانا وهو خاص بالموقع الرسمي للنادي الاهلي واللي نزل خبر عن المفاوضات مع رمضان صبحي. الساعات السابقه بالتحديد من امبارح كده الناس كلها بتتكلم ان رمضان صبحي خلاص اصبح لاعب في النادي الاهلي، وده اللي نفاه الموقع الرسمي للنادي الاهلي، لكن اقر في نفس الوقت ان في مفاوضات جاريه مع اللاعب تمام، وان الصفقه لسه ما انتهتش بعد. لكن خلينا احنا نقول لكم التفاصيل من داخل مصادرنا داخل النادي الاهلي والمسؤولين داخل النادي الاهلي. المفاوضات في مفاوضات مع رمضان صبحي، المفاوضات انتهت؟ لا لسه ما انتهتش. العائق ايه في المفاوضات ما بين الاهلي ورمضان صبحي؟ ما فيش عائق في المفاوضات ما بين الاهلي واللاعب نفسه، ما بين الاهلي ورمضان صبحي ما فيش اي عائق في المفاوضات، بل بالعكس يعني اللاعب مضى للنادي الاهلي تمام، وبالاتفاق كمان مع فريق هدرسفيلد. النقطة هنا في المدة اللي هيكون متواجد فيها رمضان صبحي في النادي الأهلي. النادي الأهلي طبعا كان بيحاول ان هو يشتري اللاعب شراء نهائي، لكن ما نجحش في كده حتى الآن، حتى اللحظة اللي انا بكلمكم فيها دي. التفاوض على ايه؟ التفاوض على المدة اللي هيكون فيها رمضان صبحي، 6 شهور ولا سنة ولا سنة ونص، ده اللي هيتم الاستقرار عليه ما بين ادارتي النادي الأهلي وإدارة فريق هدرسفيلد الإنجليزي. رمضان صبحي آخر مباراتين ليه في الدوري الإنجليزي كان خارج القائمة تماما بعد ما كان متواجد على دكة البدلاء، بل كمان بالعكس كان بيشارك لبعض الدقائق في مباريات هدرسفيلد الأخيرة أو قبل الأخيرة، قبل آخر مباراتين بالتحديد كان بياخد بعض الدقائق في الدوري الإنجليزي، لكن آخر مباراتين بالتحديد ما كانش متواجد أصلا كمان على دكة البدلاء. وده معناه واضح جدا للجميع ان الراجل ما بقاش في حسابات الجهاز الفني. ليه؟ لانه خلاص قرب انه ينتقل للنادي الاهلي. الموضوع هيخلص امتى؟ ممكن خلال دقائق، ممكن خلال ساعات، ممكن خلال يوم يومين، مش اكتر من كده ان شاء الله، ويتم الاعلان بشكل رسمي من قبل النادي الاهلي عن التعاقد مع رمضان صبحي. دي الكواليس كلها اللي احنا بنتكلم فيها، ودي الكواليس كلها اللي من داخل النادي الاهلي بخصوص لاعب كبير جدا زي رمضان صبحي، وان شاء الله يكون اضافه قويه. البعض ممكن يكون بيتكلم 6 شهور ليه؟ 6 شهور قليل جدا ان انت تعتمد على لاعب زي رمضان صبحي. طبعا لاعب كبير وكل حاجه، يمكن ممكن كان في فترات كبيره ما بيشاركش فيها مع فريق هدرسفيلد، بالتالي ده ادى ان هو ما يكونش متواجد في المنتخب الاول، كان متواجد في المنتخب الاولمبي. خليني اقول لكم ان احد الاهداف الرئيسيه كمان لرمضان صبحي في من خلال عودته للنادي الاهلي ان شاء الله المحتمله بشكل او بنسبه 99.9% ان هو عايز يبقى متواجد مع منتخب مصر في بطوله الامم الافريقيه. فالراجل هيكون متواجد في النادي الاهلي، طبيعي ان هيتم اللجوء ليه كلاعب او عنصر اساسي طبقا طبعا للرؤيه الفنيه لمستر لاسارتي وجهازه المعاون. لكن 6 شهور قابله للزياده لو تم التعاقد بشكل رسمي مع رمضان صبحي، واعلن النادي الاهلي بشكل رسمي ان الاهلي خلاص تعاقد مع رمضان صبحي. لو ل6 شهور بس هتكون قابله للزياده طبقا لمستوى اللاعب، مش مع النادي الاهلي يعني، طبقا لرغبات الفرقتين مع بعض سواء الاهلي او هدرسفيلد. دي كلها امور هتحسم من خلال التفاوض، لكن فيما بعد ال6 شهور. لكن 6 شهور قابلين للزياده في حاله اتفاق على 6 شهور؟ قابلين للزياده، لكن احنا ماشيينها خطوه خطوه، او النادي الاهلي ماشيها بخطوه خطوه، علشان رمضان صبحي اكيد هيكون داعم مهم جدا جدا وقوي جدا للنادي الاهلي في الفتره الهامه المقبله. دي كواليس رمضان صبحي جبناها لكم من الاخر، وتوقعوا الاعلان في اي وقت من دلوقتي كده لغايه واحنا ماشيين يعني. توقعوا ان النادي الاهلي ممكن يعلن بشكل رسمي عن التعاقد مع رمضان صبحي، الامور شبه خلاص منتهيه يعني.